رسول أكرم صلى الله عليه وسلم برحديث لربار عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. أبو ذر رضي الله عنه دن روايات خلنادة وزات اتلر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلر كي برار يخش أمان كتيك سنمنجلر وأجر تشنديكي برادرينجزن يزيجا أشخ چهره بلن نظر صالش نبول سهام ددلر دمك وشبو حديثة رسول أكرم صلى الله عليه وسلم برار تبر أمالني كتيك سنمنجلر مثال جون يول دقي بيت تاش عقو ياسز ما ياكي برار تبر كشيجة منزل نكوسة ورسم ياكي بر كشيجة يول قن شاقين زدا ونجا أشخ شهرة بلا نظر صالح نهم بولسة. دمك پیغمبر جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نه بو حدیث در جدیم قصه حدیث اما جده کته پر معنانی ایفاده لیده. دمک مسلمان کشه هر قنده یخش عمل بولسن یا بوک بر کچکین عمل کو دیب بی پسند بولمستگی کرک. بر آغاز شرین سوز بولسه هم یا که قول بلن بجرده دیگن بر آشته عمل بولسه هم.